ابو عثمان. هلا هلا. صباح الخير. صباح الخير والسرور والنور. يا ربي كم الناس فرحان بشوفك يا محمد عثمان. يا مرحبتي. من الرمس من خورفكان من ابو ظبي من العين عمان قطر السعودية كل بلاد يا محمد. الله يسلمك يموتون عليك العرب يا محمد. سلم عليهم طال عمرك الله ان شاء الله يحفظهم يا رب. اي والله حتى يقولون محمد ضعف. أو محمد نعم. حتى العرب يقولون بطنه خف. حرام انا صدق اليوم انا ما فطرت اليوم الصبح. ليش يا محمد؟ بسبب الرجيم. انت عتبتي بطنك لصق في ظهرك. ايه ماشي. ايه والله الله. اللي كلم حمار البارحي شفت بطلع عليك غدا. انا الله صار حلو غدا 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 نواخذ البارحي. يا سلام غدا نواخذ الله ومسوي سباس ومالح وعيش ابيض والمحمر. ايه ضموه كذا جمعوه وزفه. شو هو؟ هو هاي يقول لك هاي وحده هاي انتين وهي ثلاث وهي اربع. فيديوهاتك البارحه يوم تغني حمد ياروم. ايه ايه قاصين مطرشين حقك. هاي القضيه يا رب. جيتي بيقولها مطرب عودها فنان. ايه بيقول وين ما شفنا هالريال هذا غني قبل لو. ما هي يتحرون لوادم كلها تغني ترى الحين لو انت ظاهر الحين بتغني مطرب لكن في الوقت الاولي مطرب وايد. انا قبل المطرب انا بس والدي حلفت لي غني قالت لا ما بزين ترى ريال صلي. جزاه الله خير الله يطول بعمرها. امين ان شاء الله. بنت بتعيد عوشة بتعيد عوشة بتعيد. انت ما تقولون عوشة عيشة. لا عوشة بسماي عايشة غير. هي عوشة بتعيد. نعم سبحان الله أبدًا نسخة منك. اي الحمد لله. اي والله محمد أبدًا نسخة من أمه سبحان الله. لا ما أشبه هالوين. لا لا والله نفس العيون. اي العيون إلا بس هي هي والويه ما شبهنا أنا حد. لا نفس عيونك ما شاء الله. لا لا هي العين العين انت طالع عينك اني طالع على اي العيد ابو عيد بكربه. اي لا بسم الله عليك يا ابو عثمان كل ما فيك زين. ما فيك الا كل شيء طيب يا ابو عثمان. الويه السمح. اي نعم الويه السمح وطيبه الخاطر الحمد لله. جزاك الله خير. اي والله اي والله الله يحفظك يخليك ان شاء الله. امين ان شاء الله. وين بسين احنا الحين؟ بسين احنا الرويس. احنا الحين في الرويس. ايه وين بنسير؟ وين بس طال عمرك؟ السلع. السلع ما شاء الله. هي. الحمد لله. منو ده أقول لك بالله لي؟ ما المزرعة حسين. ده رد علام سعادة. بسوي لك مسكول؟ لا لا بتصل به. يو فريج الغالي هو هواي تغديت عندكم اليوم. لكن ما باليد دحيلة. إن شاء الله غدانا في السلع. لكن لو هو هواي اليوم تغديت عندكم. الله المستعان. سلام سلام على الشويهات من سكن فيها. سلام عليك يا أم أحمد. سلام عليك كلكن. كلكن يا ساكنات الشويهات وكلكم يا سكان الشويهات من صدقان ودم ولحم ونسب وخوال وربع وناس الربيت وياهم كلهم الله يحفظكم. قاضين الدرب طالت عماركم وان شاء الله ان شاء الله باجي حوالي نص ساعه بنوصل. لكن سيرتنا اليوم طالت عماركم غير عن سيره البارح. البارح صبرناكم الاحداث احداث المهرجان مهرجان السلع البحري اللي كل سنه يستوي. ان شاء الله اليوم بنرويكم الحين الساعه 1:30 بتستوي انطلاقه سباق البوانيش. سباق البوانيش طالت عمر شيء سباق محامل وشيء سباق بالاشرعه وشيء سباق بالبوانيش وشيء بالماء يعني مليون نوع ونوع من من الموروث هذا شيء نوع ير وشيء مليون نمونه نمونه شيء يوم هو طايح شيء يوم هو يعني مليون نوع نوع هو السباقات يا غير اليوم بالذات سباق البوانيش انطلاقه الساعه 1. هذا كله امتداد المهرجان مثل ما تعرفون الاجواء اللي عيشناكم فيها البارحه من سباقات وجوائز وسحوبات واسئله واجوبه واكل ورزف ويوله وطباخ ونفاخ وسوق اسواق شعبيه ومأكولات شعبيه وكافيهات ومطاعم وعندك ودونك. هذا كله طالت عماركم موجود لين تاريخ 18 يا غير طالت عماركم اليوم بالذات سباق البوانيش. اليوم بالذات سباق البوانيش الساعة 1:30 يبتدي. بننقل لكم صورة الحدث من هالشاشة البسيطة وإن شاء الله لكم حين ننتظر شيء فنان شيء خفيف لطيف ماشي شراته كل هالأحداث المهرجانات من الفجيرة لين السلع جميع الإمارات بجميع المدن بجميع القرى كل هالأحداث طالت عماركم الإحياء الموجودة.
الموروث والمحافظة على سلوم اللبولي وعلى السلك اللبولي وعلى المذهب والمعاني اللبولية في كل مكان. كل مرة كل مهرة تبي تلقطون فيه قرية خاصة للتراث لتعليم عيالنا السنع وتعليمهم طريقة كيف عاشوا اللبوليين، ما بولده تطلع اليوم يتحرون الناس عايشين في رفاهية ما شيء كثرها في الوقت اللي خطف، حتى الوقت اللي خطف حتى اللي مرفه واللي عايش عيشة عز وأهله طواويش وأهله خشب وأهله سرادله تراهم يشتغلون. ما قالوا نحن عندنا ما بشتغل وما بنكد، يكدون حالهم حال أي إنسان، ما يفرق بالشكل ولا باللبس ولا بالهندام شكل آدمي، فقط يفرق بالمسمى إن هذا هله سرادله وهذا هل نواخذه وهذا هل طواويش وهذا هل جلاليف وهذا هل يعني من المهن البحرية والمهن البرية واللي صخمونه واللي مليون نوع كلهم واحد وكلهم عيشة وحدة وكلهم ناس طيبين ويوال يا خير. هذا هل صفافير وهذا هل يشتغلون في الحصى وهذا، والريال ما يعيبه، الريال ما يعيبه الشغل ولا يعيبه الأمور هذه كلها، الريال يعيبه جيبه، الريال يعيبه جيبه يوم خالي يتقرقع يتخرخش الجيب هذا عيب. الريال لازم دومه أبوك ممزور وبطاق لوح الدم الموروث، تقبض الموروث ليقبض الموروث ما يدخل ويدهب في كل زمان ومكان. هب كله تطور تطور، الواحد لو يتطور يتم على رسله يمشي وعند خطاه يحس بالليل ويعرف هو منو من وين يا وين تنتى وما ينسى شغلة أهله الأولية. ربعنا وجماعتنا وصدقاننا واللي نعرفهم أكثر الشعب عندهم أبراج وعندهم خير وعندهم شركات وعندهم علوم، لكن ما ودروا الحضرة، ما ودروا الغزل، ما ودروا الحداق، ما ودروا الطير، ما ودروا المقناص، ما ودروا اللي يصير يحطب، ما ودروا العنه، ما ودروا الحضيرة، ما ودروا بيت الشعر، ما ودروا الكشتات والسيرات والهيات، ما ودروا القصيد، ما ودروا الونة، ما ودروا الرزفة، ما ودروا عند بنايات تناطح السحاب ويصير يرزف في العيالة في الرزيف شجرة ما بنحتاج حق الحاصلة 200 ربية ولا 300 ربية، لا هذا غرام وهذا عشق اسمه حب الموروث. الله يحفظ هالدار ومن سكن فيها قيادة أول بالي شعبا، كل حد من هالعالم اللي تشوفونهم لهم قصيص لهم علوم وايدة، شيء تروم تطريه وشيء ما تروم تطريه للورثة والعيال والأحفاد، وهي يقولوا لي ليش طريت يدنا وليش قلت حق عن عمنا وليش، ما شاء الله ترى مسلس ما شاء الله، هذا ما شاء الله تبارك الرحمن أبشر بالسلم وصلنا ظهرت البنادير وظهرت الدنيا إيه حافظ. هل اللي تشوفون هتا الأحداث تنقص ويتراونها، هذا يروي على الثاني وهذا يخبر الثاني، الملتقى وين؟ يا في الميالس يا في الأفراح يا في العزيات يا في المهرجانات، لقاء المهرجانات كل من عنده معلومة يقولها حق الثاني، راعي البر يعد على راعي البحر يعد على راعي اليبل يعد على راعي النخل وهل مجرد، هذا كله المهرجان والكرنفال هذا كله طالت عماركم لقاء يسمون لقاء الحضارات، راعي البر وراعي البحر وراعي اليبل وراعي السهل وراعي النكود وراعي النقا وراعي الطعس كلهم يتلاقون في مكان واحد. لذلك طالت عماركم تقام المهرجانات وتقام الكرنفالات وتقام الحفلات وتسوي الأشياء هذه من بوظبي من السلع لين الفجيرة في برها وبحرها، ساعات في الذيل ساعات في المدام ساعات في لسيلي ساعات في ليوة وعلى طهري ليوة إن شاء الله الليلة مضوانة ليوة، الليلة بنبيت في ليوة بنحضر بنرويكم الهس هذا كله وبنرد ونصور لكم اليوم ليوة وما أدراك ما ليوة شو بيستوي اليوم في ليوة وعلوم ليوة وشو أخبار ليوة إيه اليوم بعد شوي بنخذكم هذا صبروا علي. تل مرعب الكل منكم والجميع يعرفه، أيوم مخيمات من بقيق من تاروت من رحيمة من الرياض من جدة من أبها من الريان من الخور من العديد،
ايون من الوكره ومن لوتشير، ايون من المنامه، ايون من حولي، اي من كل بقعه، ايون حتى من عمان، من صلاله، من الباطنه، ايون من كل بقاع الارض، عالمتي اجانب وعرب حتى من دول العالميون يخيمون، للي عندهم كربانات شيء لهم أماكن، اللي عندهم بيوت عندهم لهم أماكن، اللي عندهم كربانات لهم أماكن، اللي عندهم هقال وصل لهم أماكن، هل بالدراجات روحهم، هل وتغادي بلاد كاملة. هذه مرعب، العام صورناها وعام لو صورناها والسنة بنصورها، لكن السنة هبلة تل مرعب وتل وشي رك السيايير، لا تل مرعب السنة غير. قرية ليوة مهرجان مصاحب لتل مرعب، هبلة تل مرعب روحه، مهرجان مصاحب لتل مرعب اسمه قرية ليوة. قرية ليوة طالت عماركم، المطاعم الدولية موجودة، ما برمسة، فعل زوما من أول المطاعم اللي مشاركة في هالمكان. زوما مطعم عالمي كلكم تعرفون، عشان الواحد يحصل موعد في 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 مطعم زوما يتريى اسبوعين وثلاثه، الحين بكبره ميوب لين قريه ليوة هو مطعم بعد اسمه انتيكا. وايد المطاعم ما بحسبهن كلهن، لكن انا اللي دارس في لساني ويعيبني اكل اكثر اللي هو زوما. المهم لكم عين انتظر، خلصنا لكم مال الملايم والصراط، بنخبركم عن الهوى والفن والطرب. الهوى والفن والطرب شيء ابوي، اللي عنده دفير، اللي عنده ابوي مالي، اللي عنده سبيل، اللي عنده جهب، اللي عنده باب تانكي درام اي ويعبي طرب 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 يا هله طرب. الغرام بيطيب والطرب بيطيب. خالد عبد الرحمن بزمه وعرايابين من اخر الدنيا، بيت فيزر ابوي بيحييكم ايام الطرب. خالد الملا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ها علي بن محمد شوف خليته، وباكر ايضا من هالي ومحمد وحمد العامري. شو بعد تبون اكثر عن شيء؟ شو بعد خبركم؟ هذا كله ابوي مصاحب لتل مرعب في قريه ليوة، شيء محض الخيال. طرب واغاني واناس وشراقه وبراحه بال، حتى عباد الجوهر جايب لكم اياه، لا تقولوا مع اخطبوط العود هذا كله ميوب وكله لاجلكم انتم. اقسام خاصه للعوائل وللاطفال، اقسام خاصه لكل النشاطات، ها كلها في تل مرعب والقريه المصاحبه قريه ليوة. ها شيء مسرح بعد، مسرح وسيلمه، شيء سيلمه في الهواء اطلق. كاشوفي يا عين شوفي، الناس ضاري ابوي سيلمه الاول كأنك في صندوق مسكر عليك. الحين في أجواء ليوة وجو ليوة من جو الأبناء، لا من سهام ولا رطوبة، يا يبيلكم أبوي الأفلام في نصها كالنكاكيد ونصها الطعوس. عيشوا أنتم، عيشوا عيدوا عيدوا، لا تقولوا لي شيء بلاد ترفه شعبها شرعت هالبلاد، ما بتلا ترفه الشعب والمقيمين كل حد. الحاضر يعلم الغايب، بكرة الافتتاح، بكرة أول يوم في مهرجان تل مرعب والقرية المصاحبة اللي هي قرية ليوة. شو عندهم؟ شو اللي جايبي لكم بداية القيث؟ قطرة يقولون أو نقطة أو قطرة، لكن أبوي الحين جايينكم أبوي سيل نجارب. أيضا من هالي وحمد العامري، شو تبون أكثر؟ هذا كله باكر في الافتتاح أول بادي، أيضا من هالي محمد العامري. أخير عن شي ماشي، عاد انتم هواكم ليه بي مرحبا وسهلا، قنينا ونانينا ورمست من ظهرت من الظنة لين ضيعت ووصلت السلع وحراد من لاني والسبة انتم، لاني ما شغلت اللوكيشن، ترى حين اجتماعنا نحن في مكان معين وانا صكيت اخر الدنيا وانتم السبب. عندكم عيضة وحمد وانتم عاد على هواكم. Just came home doing a bid. Tell me what you gonna do? Act a fool. Somebody broke it.
أبلا قالوا بحر في البحر أبوي، لكن القلب خضر. البحر كان القلب خضر أبوي، مسمي لنجح شو مسمنها؟ شو مسمنها؟ الغزال. إيه القلب خضر خضر، طال الزمان ولا قصر؟ ليه قلبه خضر؟ قلبه خضر أبوي، طال الزمان ولا قصر؟ ما يخاف شيء، إن حطيته في يبل ولا بحر يشبه كل شيء فنان قدام عينه. إيه هالنمون الشاعر، وين ما يصير الشاعر تلقط أبوي حياته كلها كلها أبوي أناس وطرب وسعادة. وحين عاد بتبتدي أمورنا بنخبركم عنها إن شاء الله. اللفظ الأولي القديم فرضة، سايرين الفرضة ويايم الفرضة، حاليا تغيرت بعدين من فرضة إلى مينة، ومن عقب أبو يمينة حاليا مرينة. بعد بعد بالأول فرضة، سايرين الفرضة ويايم الفرضة، عقب والله المينة زين رضينا لا حول لا قوة، الغالب طوع، وعقب المينة أبوي مرينة بعد. والأساس شو؟ فرضة. هذا حسين العامري، وهذا الرجال الفنان، هذا الرجال الفنان غير نمونة. هذا رجال طالت أعماركم من السقرت اللي كانوا وما زالوا متقبضين في شيء اسمه التزقريته، يلق كبره من فوق، الوزار جديد، نعالفه جديد، كندوره جديد، يسوي ظهوره ويسوي ابدا، وهو ظاهر ابوي من غيط من هالغيوط، ظاهر من ابدا من نص نخيل ونص حضيب ونص الدنيا كلها. حالك بيروت تقول لي شوف ما شاء الله، نحن هاي شبابنا الله يحفظهم، في البر غير، في البحر غير، في الدنيا غير. يا سلام سلم، يا سلام سلم، ما شاء الله ما شاء الله، مرحبا 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 مرحبا، حي برشاب أهلها يا مرح. نعم مرحبا أبو عثمان، يا مرحبا، وين تبه؟ الله ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله عليك، شو غادي عيني عليك باردة ما شاء الله، رديناك في الزمان الأولي الحمد لله. إيه هاي يوم يقول شايب شي وباوي رده الصبح، ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا أبو عثمان إن شاء الله. سايرين أبوي في هالمبروك، سايرين في هالمبروك، طالت أعماركم، وين نقطة انطلاق السباق إن شاء الله، بنرويكم فعالية جميلة تصلح لكم بتعيبكم، وهذا أبوي كله من الموروث، كله من الموروث. في مهرجان السلم طالت عماركم، في مهرجان السلم البحري، وفي هالمكان الفنان في هالأيام اللي كلها مناسبات طيبة، بنرويكم يعني تمسك شبابنا وجيلنا في الموروث، كانوا وما زالوا، كانوا وما زالوا، لين تقوم إن شاء الله ناقة صالح، وهم متمسكين في الموروث ما بيودرونه، طال الزمان ولا قصر. وهذا نحن طالت عماركم الحين بنظهر هذا المدخال، هذا اللي تشوفوا يسمونه مدخال، مدخال الفرضة أو مدخال المينة أو مدخال وين يزرجن البوانيش والطراريد واليخوت والمحامل، وهذا مكاننا، وهذه المجموعة ما شاء الله عليهم عيني عليهم باردة. شوف حد الدنيا العودة هذه لها اختصاص، لها الإمارات، الإماراتي في بر بحر جو يبيت، وين ما تحطيه وين عمل وادينا حلال، وين ما تحطه ما شاء الله تبارك الله. إيه والله قالوا، إيه والله قالوا يا روم يا سامر البي لو هذا الخط للجميع سلام كلمة كل تراني هم بحيث لا تفاجئ سالب الراشد الرميدي شحال بديت. مرحبا وسهلا وسهلا وحييك. نحن وين نشيل المناسبة في السلعة طال عمرك، إيه؟ وهالمناسبة مهرجان السلع البحري. نعم. لدعم الموروث سواء البحري ان شاء الله والبري. نعم. لحياء موروث اجدادنا في هذه المنطقة وكرام للسلع. نعم هذا هالمكان في اجمل منطقة، نحن في السلع طال عمرك، مهرجان البحري والدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد عن نهيان. نعم. مثل حاك في منطقة الظفرة لحياة موروثنا مرة ثانية نقول، وتكريم للسلع وهل السلع تم إقامة هذا المهرجان.
شو فئه الفئه المشاركه اليوم مع سباق البوانيش؟ تقريبا المشاركين او المسجلين 44 بانوش يمثلون 350 يزوى. ما شاء الله. والفئه؟ الفئه طال عمرك فئه بوانيش. هاي بوانيش قديمه تم احياها مره ثانيه لدعم الرياضات هذه. طبعا هناك فئات 22 43 60، لكن هذا اسمه بانوش واندثر من فتره طويله. تم اعاده تنظيم هذه السباقات بناء على توجهات الشيوخ ليبقى هذا. شو مكاين هنعادة؟ بتو مكاين شراعيه هذه. والله نعم. بانوش شراعي يعني. نعم. شوعي له غيره؟ لا سمبوك؟ لا هذا انواع ثانيه، لكن هذا بانوش بيسمونه شاحوف لا هي ها بالراشد. نعم. شو بتخبرني بعد؟ كم المسافة؟ والله المسافة تقريبا 7 مايل بحري. ان شاء الله اتمنى توفيق للمشاركين ويحالفهم الحظ ان شاء الله. والبركة فيكم وفي كل المشاركين. الله يبارك فيك يحفظك ان شاء الله. المشاركين بس من بضاني ولا من باقي الامارات؟ لا المشاركة مفتوحة لكل دولة الامارات. مفتوحة المشاركة صغار كبار، ونشوف دائما الجماعة جزاهم الله خير يشاركون معاهم أبنائهم. هذا نحن اللي نطريه. نعم. هل في مشاركات للأبناء ولا بس حق الأبهات؟ في مشاركة الأبناء، وأيضا في فئات أخرى يكون إجباري مشاركة الأبناء وتقليل عدد الكبار معاهم. سالم ربيثي، شو الجوائز؟ شيء مجين جو الفلوس؟ فلوس الكاش كم طال عمارهم؟ الجوائز تقريبا حدود 417,000 درهم. ما شاء الله. نعم. ويستاهلون الجماعة. يستاهلون يتعبون ويتنومسون، والكل يعني الآن في حفوزهم. نعم. الآن هاي وقت الحفوز، الكل الآن ينتظر بس الانطلاقة. إن شاء الله أتمنى لهم توفيق. كم باجي على الانطلاقة؟ والله القرار بيد ماجد المهيري. نحن عندنا هذا مهندس السباقات، فهو ينتظر سايبه تدور ان شاء الله وبيطلق السباق ان شاء الله. بناخذ السباق بين البوانيش يشوفون. زيد ما شاء الله تبارك الرحمن. سبحان من يجمع مولف. لا اله الا الله. سبحان من يجمع ولف هالعالم كلها في نص هالغبيب. يا نبع طالت عماركم من مينا السلع من الفرضه او المارينا، في السلع ما يقارب العشرة ميل بحري. خذناهم تقريبا 13 دقيقة من الفرضة لين وصلنا نقطة الانطلاقة. وهذا حين كل الجماعة يتجهزون، كلهم ما شاء الله كلهم يتجهزون، كلهم شباب عيال الابهات بعيالهم. هذا كله من الموروث، هذا اللي تشوفونه كله من الموروث. ما في ابو يسر صفونهم سيت كامل يقلصونهن كلهن. هاي اللي تشوفونهن البوانيش، هذا عدال ليه يطلقون صافرة الانطلاق. حين بتبتدي ساعة الانطلاقة كل طرادة حين يقلص لبانوش. ها على ما تشوفون، ها كلهم بيصيرون جدا نقطة الانطلاقة. ها شوفوا ما شاء الله، شوفوا المنظر ما زينه. شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. كلهم بيصيرون نقطة انطلاق واحدة على خط واحد، لكن حد يدور عالي وحد يدور سافل على حسب شطارة راعي البانوش. شو يبقى توها داير السايبة، فلذلك إن شاء الله الحين بتبتدي الانطلاقة. بنصور لكم الهاست كله. حاضر يعلم الغايب. لا تقول لي هذا راعي بر وما يعرف للبحر، وراعي يبل ما يعرف، كلها حين واحد تبارك الرحمن. هنمون الحن كلها بوي هالإمارات، بري بحري برمائي سمائي في القمر المريخ، وين ما تحطه يمشي وين ما تحطه يمشي. ما يدعتيج هذا ابويه، هذا اللي تشوفونه هو مدير السباقات كلها، هو اللي ابوي اللي يعدل ولا يزين اللي يرتب. ابو عتيج كم المدى والمشاركين والعدد؟ حوالي 10 كيلو مشاركين 45 محمد، في تقريبا من 400 ل 500 سابق. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا كل كم تسوونه؟ هذا مهرجان كل سنه مره نسويه. ما شاء الله. الحين الفتره الجايه متى؟ والله الحين شهر واحد. الهدف منه؟ الهدف؟ الهدف مين امون؟ لا الهدف من الفعاليه. تدريب الله يسلمك الشباب وشباب السلع بعد.
يتدربون في الشراعية. نعم. يتدربون فرق من عندهم. ما شاء الله. إن شاء الله في مهرجان السنة الجاية فرق بعد مشاركة من هذه مدينة السلع. إن شاء الله. عتيج الحين المحامل مال اليار متى؟ محامل اليار هسه بتاريخ 25 من وين لوين؟ 25 12. واي كرنيش منهن؟ كاسر الامواج بضبي. كاسر الامواج والمتفرجين تقدمون نادي على الحسن نادي نعم وكل على الله. شوف حدث جميل حدث جميل 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام يا مليح عمار عمار يا دار الطيبين عمار عمار يا العاصمة عمار يا يو اي اي شباب سلام عليكم. ما ها ألف الشباب بانوش من هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله عسى عسى الله يرزقكم ان شاء الله اعطيكم. شو اسمك انت ابوي؟ انا على اليدي. الله الله يحفظكم ما شاء الله عليكم عيني عليكم بارده. ها شوف ما شاء الله ها ما لكم عين تنظر ما ها شوف صغيروني ها ها هاكو ها حاطين له مال النجاه وكل شيء ها صغيروني حتى حمد حمد خلي صغيروني هاك يظهر اي حمد ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن. هذا جميل وفنان الحاضر منكم يعلم القايم يا ويل اللي يبعد شي هذه يسمونها هي درون درون الدرون مسبحه صبره كل جو صغير كم ها 17 51 51. هاي الجهات المنظمه نادي ابو ظبي البحري صح صحيح مشكله ها نادي ابو ظبي البحري للرياضات البحرية. أشكر فنك أنا أشكر فنك يا راعي العلامات الخضراء. إيه تحملوا ها سر 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 ها يوم أقول لك ها يعلمون عيالهم مرحبا 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 سلام عليكم. سبيكر سبيكر يعطيك العافية يا قاضي الله يبارك فيك أربيعك ليه قدام بايع بالخسارة. إيه سلام عليكم شباب روح 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 هذا يوم أقول لكم هذا ليه فينا نخلف على بنينا هذا ما شاء الله الأبهات والأخوان يعلمون عيالهم الله يحفظهم ما شاء الله. ها هذا كم عمره حتى 10 سنين ما وصل وانت تم اللي هناك شو عذره اللي كبر هذا ميلس البيت شو شغلته شو يجلس يسوي هي أنا ما أدري اللي حارمين عيالهم من سيارات البحر والبر ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظكم يسر أموركم وهالكم الناموس أو شو بقول لك عادة خلي ساكت لا بنت العدوان الله ريحه وين فيه شو ما شاء الله ها خط سير واحد شو الانطلاقة من البوي اللي هناك هذا ها خط سير ها دعم من القيادة الرشيدة للشباب الناشئ ما شاء الله دعم من القيادة الرشيدة يا الله يا رب انك تحفظها من قيادة وتيسر امورهم يا رب العالمين في كل امور الدنيا. ها ابتدوا ابتدت ابدا ابتدى روح 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 يا الراشدي روح روح ما شاء الله تبارك الرحمن منظر جميل منظر جميل تبارك الرحمن يا الله يا رب انك تيسر امورهم وفالهم الناموس يا رب العالمين انك تفرح قلوب حاليتهم واللي مربينهم واللي علموهم واللي تعبوا عليهم هالشباب ما شاء الله عليهم تباحات شباب تباحات سباحة. شوف ما شاء الله كلهم الصغار اللي تشوفون حاطين لهم سيفتي سباحات ونفافيخ وطرمبات وكل شيء حاطين لهم الا عن حد يستوي عليه شيء ولا كل عن امان من خوف. شوف ما شاء الله المنظر منظر جميل 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 للغايه ما شاء الله. هذه ما اقول لك عيشي بلادي هذه عيشي بلادي عمر هذا هذا عمره يمكن 7 سنوات 7 سنين هذا تشوفه 7 سنين هذا ها 7 سنين ما شاء الله عليه. في يوم انت كبره مثله ما بكفو لا والله يوم انا كبره خاجي ابوك ما خليت لندن ولا غير لندن ما تفيك للبحر
غير البحش ما شاء الله تبارك الرحمن. شو منظر جميل، لا تقولوا لي منظر عادي، منظر ياخذ العقل، يسوى بلاد بهلها، يسوى الدنيا وما فيها، منظر جميل جميل للغاية ما شاء الله تبارك. ليت اللي عندي طيارة تدرون، ولا كان خليت تبوي فوق تلقط الدنيا لقاط ما شاء الله تبارك الرحمن. الأكشن، هذا الأكشن، خلاص كلهم يجون الطرف هذا حق تسوي موازنة، يوم يجون الطرف هذا يضرب المهب في الشراع ويعلي خلاص فوق فوق ما يود شيء ابدا، كلهم اليزوة يدورون على طرف واحد، ومن يضربون بالشراع ابدا يضرب المهب شوفوه ها يمشي التحرى ما شرح لك يمشي ابدا يزرق زراق، قال بانوت شم زراق هذا هو يزرق ما شاء الله صليجي ينسار عليه ماسكين يدور، فالهو دائما ول سبحان الله سبحان الله. شوف هو المول كله على الهوى، الولم على الهوى، شوف هذا يمشي الحين خطف سايبه تضرب سايبه تضرب وخطف هاي لاك تامات مكانهن، لان ما بياي وقفتهم ما كانت على الولم، هذا المحل المقدمة حاليا نمبر 2. هذا ابوي اجمل شتاء في العالم في بلادنا، من يجي البراد ويظهر سهيل وتبرد الدنيا استوت الاحداث هاي اللي تشوفونها، هذه كلها في اجمل شتاء في العالم، اجمل شتاء في العالم، ما في اماره ولا منطقه ولا مكان تندون عن الثاني، اجمل شتاء في العالم في دوله الامارات كلها قاطبه من اولها لين اخرها، كل يوم في بقعه وكل يوم في مكان وكل يوم في ما بخلي بكم بقعه مكان ما ابغى عربكم الدنيا كلها ما شاء الله تبارك الرحمن. عاشوب عاشوب خيبي يحس حتى تيود شو 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 ها هذا الحين التنافس، هذا التنافس، هذا التنافس طالت عماركم من 18 و39 نعم، وهذا خط النهايه. شو الان الكل يتنافس شو البوية على البويات، خط البوية هذه البوية هاي البوية لازم يزرج ما بينهن، شوفوا الحين ما شاء الله تبارك الرحمن هذا اثنين والثالث والرابع، وين الثالث والرابع؟ و14 لكن الاول 39 والثاني 18 و35 و14 هذا حتى الان لين الحين لين لازم يدخل بين البويات، ما شيء باجين زين شوي شيء بعض الاوقات ما يقدر لازم يخاير عشان يحضر بين البويات. ايوه شوف العبره في النهايه، الله يوفق ان شاء الله. شوف هناك المتفرجين هناك المشجعين هاليتم عند نقطه النهايه، لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف هناك شوف البوانيش هناك، شوف طراريد اللي هناك تتبعهم من بعيد، ممنوع حد يتقرب، احنا مسويين له زوم. المركز الاول 39 عمر المرزوقي، والمركز الثاني لين الحين هذا اضرك لين 18 مكتوم المهيري، و35 الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد، هذا الحين المراكز الاولى، هذا الحين هذه هاي نقطة النهاية، هذه البوية الحين بيحسب. الناموس الناموس لمنو؟ المرزوقي المرزوقي يستاهل عمر، يستاهل يستاهل يستاهل. 18 من 18 18 المهيري مكتوم المهيري مكتوم المهيري الناموس يا مكتوم، تستاهل 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 ما شاء الله. يا الفرحة يا فرحة الدوم يا فرحة الدوم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يفرحكم، تستاهلون تستاهلون. منو عاد يطالكم؟ ما بيطال. اقبل اقبل ما شاء الله ما شاء الله. روح 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 وين الثاني؟ الثاني 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 18 ذاك السباق اللي طاف كان الاول وطبع قبل اللي خط النهايه. سبحان الله يستاهل يستاهل يستاهل. وين ناموس؟ يا سلام سلم فوق عن الزين يا ربي. شو بقول لك؟ رقم واحد نعم، وناسه وشراقه وناموس. مبروك 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 ما شاء الله ما شاء الله. هذا الثاني ثاني 18 مكتوم المهيري. سلام المهيري يا سلام، مبروك مبروك مبروك. ناموس المهيري ناموس.
ما شاء الله ما شاء الله تستاهلون. هي وحده وحده نواز هي نواز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تشوفون الحين البوانيش كلهم ما شاء الله وصلن ما شاء الله البوانيش. حد الاول حد الثاني والثالث الله يحفظهم ان شاء الله. تستاهلون تستاهلون. الله يفرحكم اليوم ودوم يا ربي. عثمان في ذمك من جيت خد شيء من الدويات؟ اقول لك مسكنات يا مسكنات مع الركب ودور الراس. ايش بقول لك؟ ريت هنا ما شاء الله ما ادري بالدنيا كذا مثل ثلاثة يقول هار كبة مزروعات وهذا؟ اي يقول ما شاء الله ما شاء الله الحين جوال علي ما عليك باس. جزاك الله خير ابو محمد. هذا الرجال طالة عمرك ما اسمه عبد الله الدرعي. مرحبا بك يا ابو محمد. الله يبارك بك زود. يا مرحبا. انت من هالقوع؟ من هالقوع نعم. من هالقوع؟ من هالقوع. كم كيلو من هني للقوع؟ 588 بالضبط. والحين وين ساكن؟ من هالسلح انا الحين. لا اله الا الله. السلح والامور كلها بالسلح. واخذت لك حرمه من السلعه؟ لا لا بعدنا. لا لا بعدك لازم تاخذ حرمه من القوع. من القوع تاخذ وحده لازم من السلع. والله يا ابو محمد فوق فوق اللي يعين من القوع كما تنقبني رايه القوع. قريب قريب ان شاء الله ان شاء الله. يوم هني هالمهرجان الطيب. نعم يشرفون. اشهد ان مهرجان طيب زين. اللي با كوره كوره. اي نعم. اللي با طال عمرك رياضه رياضه. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الراس على ما تشوفون. وهذا الكوفي الحين هذا الكوفي طالة عام مصري يا عبد اسكندريه. اقدع ناس ابدع اقدع ناس بتوع اسكندريه. ماشي يا عم عبد عندك ايه؟ في كيك الياباني في كيك بيتاشيو سمبستين تشيز كيك فرنساوي في ترمسيو في ترمسيو كمان موجود. الله تجنن. اسمك ايه؟ عبد. ماشي يا عبد ماشي. هذا الكوفي مال عبدو عبدو باشا من اسكندريه. اي نعم. شو الكوفي اللي عندكم؟ في ثلاث بنزات في اثيوبي في كوستاريكي في غواتيمالا والقهوه عامه في اسبريسو بيكلو كابتشينو سبانيش من كله. ليه صاريه نيات يا على السلع يا لا لا تزهر ورود وخزام لين تزهر ورود وخزامي لين تزهر ورود وخزامي لين تزهر ورود وخزامي يا لها السلع تسقي المخل الله عليك. ما تشوفون ما شاء الله الجماعة كلهم الحين يتريون التتويج. كل الجماعة يتريون التتويج. الحين بيبتدي التتويج طالة عماركم. أكيد كلكم تعرفون الفائز الأول رقم 39 بانوش اسمه نمران. اسم المالك عمر عبد الله محمد المرزوقي. وهو نفس نساء بن زايد آل نهيان الله يحفظه يطول بعمره. النوخذة مشعل محمد أحمد معيوف. وان شاء الله الحين كلهم هاي بيتوجون على ما تشوفون الجماعه يتريون راعي الحفل وبيتوجهم ان شاء الله. حد بيزات وحد كلها بيزات على البيزات وايد دبغات بيحصلون. زايد ساري المهتدي السلام عليكم. كونك انت قابل هالماركت وحتى زير وحتى وما شاء الله تسميت الواتشر مره على المنصه. شو الجوائز؟ اهم شيء يعني. فوق 3,700,000 ما شاء الله. الاول شو له؟ هني في الحين سباق البوانيش. الحين سباق البوانيش رصدت جوائز له 417,000. الاول كم له؟ الاول يا طويل العمر 8,000 ما شاء الله يستاهل. الثاني؟ الثاني والله لا اشوفك اياه لكن رقم الارقام وايده ما شاء الله. الجوائز وايده طبعا والبيزات وايد. اي نعم والخير وايد طول العمر خير وايد. نعم العمار سد يا ابو كل هالشيء التشجيعي حافظ عليك من دا. والمهرجان من تاريخ 14/18 خمسة أيام. ويا مرحبا فيكم. أمس أول يوم واليوم ثاني يوم. إيه نعم يوم ثاني يوم باقي ثلاث أيام. نعم. مرحبا بالجميع. فعاليات فوق 25 فعالية. إن شاء الله. مسابقات رياضات هوايات كلها. الصيد بالسنارة وكرة القدم وكرة
قدم الشاطئية كذلك، والحمد لله ألعاب شعبية ما شاء الله وفعاليات يعني من كل شيء، بس اللي ناقص وجودهم. شكرا على هالتنظيم الجميل، شكرا على هالترتيب الفنان والاستقبال وكل هالترتيب ما شاء الله عليك. الله يواليكم العافية ويأجركم على هالجهود العظيم اللي جبار اللي تقوموا فيها. شكرا طالع، سلم على الجماعة كلهم. طلبت التصوير أول باري، شو اسمك؟ راشد. وانت؟ سعيد. زين، عدوا نشيدة ولا عدوا قصيدة ولا غنوا ولا ارزفوا ولا سووا أي شيء؟ أنا ما أغني ولا أغني أنا الله تصير اللي ما يعرفكم، قول الصدق. أول شو اسمك؟ راشد. وانت؟ ضروسك وين؟ قلت شي بن زايد آل نهيان، والنوخذة مشعل محمد أحمد معيوف. هذا الفائز رقم 3 تواب. المركز الثاني القارب رقم 18 الرايد للمالك مكتوم عتيق المهيري. والنعم والنعم والنعم. أول القارب رقم 39 نمران للمالك عمر عبد الله محمد المرزوقي. ما شاء الله، روح 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 المرزوقي، ما شاء الله عليكم، يا الله يحفظكم. امين ان شاء الله يا ابن محمد. استاهلوا. شكرا لجميع المشاركين واللجان الفنيه الذي ساهموا في انجاح هذا السباق، على امل اللقاء بكم في سباقاتنا القادمه. والمركز الثاني للقارب 18 الرائد للمول القارب 39 نمران للمالك عمر عبد الله محمد المرزوقي، والنوخذ عمر عبد الله محمد المرزوقي. هذا عادل رقم واحد هو اللي حصل الدبغة العودة. ألف ألف مبروك لجميع الفائزين. لكن الدبغة العودة عند رقم. شكرا سعادة ناصر المنصوري، شكرا سعادة راشد سالم راشد الرميثي وعبد الله بطلق بيسي، شكرا ألف ألف مبروك لجميع الفائزين في سباق. حد يالس حد على كراسي، وحد يخبز، وحد يخد ميحاد، وحد يخد مكراو، وحد يخد مبرو، وحد ياسي تفنية وياسي يلطم هذا وحد هناك طالت عماركم يوم يقول فلان الفلانيين عيالهم يخاوضون في البحر. هذا المخاوض مخاوض لازم الكندورة والوزار معالي للركبة. هذا يقولون فلان يخاوض، يوم يقول فلان يخاوض في البحور هذا مخاوض البحور. اسمعوا بالأول مخاوض، فلان يخاوضون في الغليل وفي البحور وفي الغليل، هذه الغالة، هذه هني سعدون، هاي الغالة وهذه البحور، هناك يخاوضون في البحور، بحر ركبة بحر يوز هذا مخاوض، ما فوق المحزم هذاك لا، قالوا سايرين يسبحون. وهذا أبو عثمان اقول لك حتى الحفظ طالي خذنا البحر قبل حصيناته من البحر، هذا كله في البحر ان شاء الله. اي نعم نعم الحمد لله. يا مرحبتي ابو محمد. كلك تجمع عن ضربه، كلكم بصوركم، لا خوز بس حق البنات، سر منك هل اي ها سر. تعال تعال انا راشد انا المشهور. اي ها خلوني عاد ارمس انا هاي. اي ها مشهور يا طيب مشهور. انت يا مشهور انت، خلي بنياتي انت وانت. الله انت النعم. وانت 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 وانت. السلام عليكم. عليكم السلام. وانت وانت مسوي هالدنيا، كم بادل وكم دافعين على هالدنيا كلها. ها هذا ابوي في نص البر في نص الرمول المخيمات والدنيا. اي يا سلام، هذا كله ابوي. هذا البقعه هاي نحن اللي خيمنا فيها العام، وهذا على ما تشوفون اخيام شيء جرى شيء زغت يوم صديت، ولان التحرى عرس الشيوخ اللي يبي طالع. والله يا ابوك التحرون عرس الشيوخ. لا اله الا الله، سبحانك يا رب سبحانك معظم شانك. شوف هناك شوف هناك شو الليتات، ها
ها كلها ابوي مراكز، مراكز جميله. شو بقولكم، تجمعات ورمول ودنيا. يا سلام سلم. تقولون ما صورنا لكم قبل شيء وبعده؟ قبل الناس كلها صورنا لكم ابوي شيء حدث باكر بيبهر العالم كله، شيء لا صار ولا استوى لا عند الاوليين ولا التاليين. سووا شراتف المدن، نعم سووا شراتف المدن، نعم، لكن ما سووا شراتف في السيوح وفي البرور وفي النكاكيد والنقيان. استوى شراتف، نعم، واستوى بعد اكثر عنه في وين؟ في المدن. لكن في بر، في رمله بين عشيه وضحاها، تلقط مشروع متكامل، مسرح ب ب ب بسيمه ب ب باغاني بمطاربه، اخطبوط العود، جايينك جايينكم خالد عبد الرحمن، جايينكم عيضه، جايينكم حمد العامري، هذا كله هنا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن، عميت عينك فوق ماشي. اي الله اكبر، لا 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 لا، انت تقلبيني. سلام عليك، بسم الله عليك، كانك كامل بالنظاره، والله ما زين، عيني عليك بارده، ما شاء الله ما شاء الله عليك قماش عين. اي ما ما خرب الساع، حافظ حافظ، من استويتي وانت فنانه، ما بالبارحه واليوم، سبحان الله اللي يشوفك والله يقول في خاطري، يعني ما شاء الله 27 23 ما كنت سكيت ال 70. قماش 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 الغالي غالي، حطيت اشكر. يا سلام بسم الله عليك، فوق عن الزين والله، انك كلهم ابوي، كلهن الزينات موجودات ما شاء الله، الزين اللي في الدنيا كله عندك. قماشه الحين شو اللي شو نحن في وين الحين؟ هذا هو شو هذا؟ هذا حدث جميل ورائع، واحنا ان شاء الله هي يعني المشاركه هي المصاحبه لمهرجان ليوة. نعم مشاركتنا الله يسلمك يا قريه. تعرفين الجماعه فيك انت منو؟ ها انت احمد صورتي من غير ما اخبره من منو؟ قولي لها، قولي لها. ماشي المهيري مدير الثقافه والسياحه، مديره التسجيل ابو ظبي للحرفيين. طبعا انا اي فعاليه تصير عندنا في دائره الثقافه والسياحه احنا مشاركين الله يسلمك، كل جهدنا على اساس احنا طالت اعماركم. يسمونه السوفت اوبننج، هذا السوفت اوبننج يعني بعد ما تم الافتتاح، هذا طالت اعماركم عباره افتتاح تجريبي. ها قماشه؟ اي نعم محمد، اليوم على التشطيبات النهائيه ان شاء الله. ممكن تعلين حسك؟ ايه انا ابو كباناغه. انزين زين يا ابو محمد، هاي التشطيبات النهائيه ان شاء الله، باكر بيكون كل شيء بيرفكت ان شاء الله. ان شاء الله الفعاليات شغاله، طبعا عندنا اكتيفيتي حق العيال. هذا شو الحينه؟ هذا اللي انا اشوفه، هاي الاقواس وهالدنيا وهالدنيا اللي انا اشوفها، هذا شو كله؟ المطاربه اللي بيكونوا موجودين في المسرح. نعم وعندنا اليوم بعد بيكون عندنا مفاجاه ابو محمد. هي. اليوم اللي بيكون فيه 18 كاس العالم بيكون لايف مفتوحه حق كل الجمهور اللي في المسرح. بالله عليك، معنا اللايف تشوف كاس العالم. الله ان شاء الله عندكم في الشاشات وهذا ان شاء الله ان شاء الله. عندنا ابو محمد عندنا قسم كبير. عاش صبيحي من دائره الثقافه والسياحه من الجهه المنظمه. بنتي شو حين اللي هذا اللي انا اشوفه هذا؟ اوكي ابو محمد، هي عندنا يلسات بتكون فيها محلات وكافيهات، في كذا كافيهات مختلفه عندنا، مثلا كافتل عندنا، ننشو عندنا، لتس. اعطيني الاسامي مره ثانيه. عندنا ننشو لتس، عندنا هني مثلا محل خلطات، عندنا كارتل، عندنا دريفن في هالمنطقه. طبعا نحن مقسمين المهرجان مناطق. نعم هاي منطقه الواحه اسمها. سمينها الواحه، هناك بتكون عندنا منطقه السوق. وين منها؟ السوق التراثي سيده. والمنطقه اللي في النص بتكون البافليون الجناح، هي منطقه بس فيها يلسه وشيار خضار وشيء، منطقه استرخائيه نفس ما يسمونها. ما شاء الله تبارك الرحمن. دائرة الثقافة والسياحة بذلت جهود جبارة جبارة للغاية لإنجاح هذا الحدث الجميل، يعني مكان بوقت وقت يعني يعني ما لا يعني ضيج عندهم، لكن ما شاء الله أنجزوا مسارح، سينمات مفتوحة، مطاعم، كافيهات، أكشاك،
أقسام طويلة عريضة يعني ما قصروا، يعني كل الشكر لهم والتقدير. أنا حين جاي أصور ما قبل التشطيبات النهائية، هذا حين ما قبل، فقط ما قبل، ناهيك النباتر شو بنرويكم، بنرويكم الدنيا بمهاتها. أحمد نحن في وين؟ الله يسلمك، أنت موجود في منطقة يسمونها منطقة الجناح. طبعا شجرة النخيل كانت من اهتمامات المغفور للشيخ زايد بن سلطان الله عليه، الله يرحمه ويغفر له، آمين. فهي تعتبر عمود قرية ليوة. نعم، شجرة النخيل يبناها هنا وحطيناها، حتى لو تشوف بعد بعض النباتات الصحراوية اللي موجودة هنا. نعم صحيح، الصبار هي تعتبر من التراث الإماراتي. ف يعني تم هذا كله صحيح. هذا كله متى سويتوه انتم؟ هذه في ظرف 25 يوم تقريبا. كل هالقرية؟ ما شاء الله عليكم. احنا تقريبا وصلنا نسبة 95% من التجهيزات. نعم. ان شاء الله باكر يعني احنا نترقب كل الناس اللي موجودين في تل مرعب. نعم. كل الناس اللي في منطقة الظفرة يجون القرية ويستمتعون بكل الفعاليات التنظيمية. كان هذا كله ما بيون، هذا بعد غير نمونة. لازم الناس كلها بتي. لا هم حضرتهم دائما مثل ما قلت يعني تم انجازها من 20 إلى 25 يوم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللي ماخذينها الناس عن قرية ليوة أو منطقة ليوة بشكل عام إن هي بس معنية بالشباب، لا. المحتوى اللي موجود هنا هو محتوى مختص كذلك حتى بالعائلة والأسرة. يعني هذه الشيء اللي نحن ضفناها هاي السنة، أن بعد العائلة موجود في قرية ليوة. يعني عوائل العائلة هني شو بدها تسوي عندكم؟ عندك هاي اللي هي لعبة الحصن اللي إن شاء الله باكر بتركب. هذه. نعم. وهناك راح يكون في بيت الرعب وبعض الألعاب الأطفال اللي إن شاء الله باكر الصبح توصل هني. في عندك منطقة الإي جيمينج الألعاب الإلكترونية. هناك. هذه وليه داخل هذا شو؟ هذا المسرح. هذاك المسرح. هي هذا ضروري الحين نروي العرب ونخبرهم قماشه. هلا. لا تسيرين بعيد. ها لا ما بسير برابيك هناك الطماشه. اشكر فنك. الحين عند المكان الحساس انت. شوفوا قماشه بتروينا مكان الطماشه. الطماشه. يعني تسلمين يا قماشه. الطماشه. تقولين لي؟ اقول لك مكان الطماشه. شو بلا؟ احلى مكان يعيب لي. اي والله بعد اللي ما يطرب اللي ما يطرب. هي والله هني باكر منو بي منو بي منو بيبدا؟ ان شاء الله باكر عيد المنهالي وحمد العامري. ما بقادرين نسال الصاصرين. تكونوا موجودين. كل بلاش ولا بيزات؟ لا لا بيزات ماشي بلاش محمد مثلك انا. والله؟ اي نعم يحجزون على الموقع. والله؟ اي نعم. بيزات؟ بيزات انت بس بلاش ولا بلاش شو رايك؟ انا وناكتي. ليه سلمت انا وناكتي؟ ايش عليه مرفقتي؟ هذا شو حين هالمبنى؟ ايه هذا شو هذا غرف الفي اي بي بخبرك احمد. ايه احمد هغرف في اي بي حينا؟ ايه هلا فوق هذه غرف الفي اي بي طبعا. هي كل غرفه فوق موجوده تقريبا تكفي 10 اشخاص. الفي اي بي في اي بي انزين مع خدمات قهوه وكذا وضيافه كامله موجوده. والعرب كلها هذا هاي الساحه كلها ابو ظبي مؤسسات ابو ظبي ما شاء الله تبارك الرحمن. في خلال 20 إلى 25 يوم تم إنجاز هذه المدينة بيزر على ما تشوفون. ما في الحاضر بد هذا غيظ من فيض. هذا 20% من الموقع اللي حين ياسا صوره في أم هاي الغرف كلهم بي آي بي. اللي بيحجز واللي بيحضر يا مرحبا وسهلا. وترتيب الحفلة بتلقطونه أونلاين. بنخبرك بنحط لكم الموقع ويطب تخير كل غرفة من هالغرف تشل 10 أو 12 نفر ما أدري عادة كل ورغبته ما أدري على حسب هاي كم من نفر تشل البي آي بي شوف انت ايه والله اللي على الخاطر ها ابوي طرش دقوا تليفون وتخبروهم هالغرام 10 بالخدمه مالته بعلومها واخبارها باكر فايد اقول باكر منو بيغني؟ حمد العامري وعيض المنهالي بكره ورا بكره خالد عبد الرحمن علي بن محمد وخالد بن وخالد وخالدي دائرة الثقافة والسياحة ما شاء الله عليهم في خلال 20-25 يوم تمت التعاقدات مع الفنانين والمطارب بفرقهم طول يعمل ليل بنهار مثل خلية النحل ما يونون لا ليل ولا نهار
على لين أنجزوا هالمشروع الضخم اللي غنيها لين طوله طول وعرضه عرض. بلاد شوفت المسرح، شوفت بالله عليكم ما في الحاضر هالمسرح عين بين وبين ما يدري ما أدري كم 300 متر 400 متر. ها بلاد من كبرة ييجي هاللي تحيم كلثوم، ليه تتحيم كلثوم؟ كان غنيت للعرب في هالمكان المهول وطربت ليوة وما حاش حوشة. ما شاء الله هذه قرية ليوة اللي تشوفونها المصاحبة لمهرجان تل مرعب. ماشي ماشي أقول لك تبي شو الغنية اللي غنيتيها؟ أقول لك يا معير لازم من فوق تتخنطر وتقولي عليا. يلا 1 2 3 اقول لك ما الله عطاني صوت يدري بي بايور ايه والله انت الله لو عطاك طول وعطاك صوت ضرب الله يا ابوكم لانها 3 تذرع. لا 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 بسم الله عليك لا لا عكر عكر لا حش 3 تذرع. لا لا كل شيء في الغايه ولا الباقي بالمره. لا بسم الله عليك لا 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 هي والله يجي حد منهن التحرين هطليلي بسم الله عليك يا مرحبا يا مرحبا بقماش ما زين له المكان الفنان. اسميكم تعبتوا في هالترتيب، اسميكم ما قصرتوا تعبتوا ترتيب وذوق بالله جمال قو ترتيب قمض برج ولن استوت الدنيا هذه كلها. هذا حينه نحن ما بر مصور الدنيا كلها لجل ما نحرق نحن الهست. ان شاء الله باكر برد وبني ساير النهار وبعد بنصور لكم العصر بنصور في الليل. محمد الساعة كم بالله عليك الحدث بكرة الافتتاح؟ الافتتاح كل يوم تقريبا الافتتاح يكون من الساعة 3 الظهر لين تقريبا نقول 2 الصبح. وباكر باكر نفتح من الساعة 2 لين 2 إلا إيه. وانت بتكوني ما هي مركوز هني؟ مكتوب علي خلاص ايوه ملزومه في عندك لازم في ملازيم ملازيم كفو كفو والله قدها وقدود ما قصروا السياحه ما قصروا بناتنا وشبابنا الله يطول الله وعمارته وعمارهم ان شاء الله. والله يا ابو قماشه ترمس ما ادري منو هالبخار وما ادري شو باكر ودوا ما ادري شو حق منو ما ادري منو وغرب فوق غدا ودوا ما ادري حق منو. لا عندنا معازيم وعندنا عرب وعندنا ناس وعندنا ضيوف وعندنا ناس صاير وياي ما شاء الله عليك. عوشه 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 وين مال المطاعم اللي قلتوا عنهن؟ مره سيده بنروح الحين ندخلهم انزين. يكون عندنا اول ويكند انتيكا وثاني ويكند زوما. بيتم على طول لو بس يوم معين؟ لا 3 ايام جمعه وسبت واحد. والله كامل طاقتهم طاقمهم كامله. عوشه هل هلك هلك شاكل اللي انا اشوفه هاي شيء؟ هاي الحين منطقه تراثيه بتكون مختلفه فيها كافيهات ومحلات عندنا. نعم فكذا كافيه كذا محل في هاي المنطقه نفس ما قلت لك نحن مقسمين المهرجان زونز يعني مناطق. نعم المنطقه التراثيه هناك كانت عندها منطقه الواحه واللي قبلها المسرح اللي تونا راوينهم اللي قبلها المسرح. نعم وهني عندنا وين بيكون زوما وانتيكا. وين زوما وين انتيكا؟ هو بيكون اها هي يعني المبنى واحد لكن يختلف من فتره الى ثانيه. الاسبوع الاولي شو بيكون؟ اول اسبوع انتيكا 3 ايام. نعم جمعه سبت واحد. زين تشرحين شو هو انتيكا؟ لبناني. نعم عنده فايب معين يعني في دبي موجود. نعم فيايبين هني اكسبيرينس جديد براويكم الحين الاكسبيرينس والاسبوع الجاي الويكند الجاي زوما ان شاء الله. ويكندين الويكند الجاي هذا اللي هو الاسبوع الجاي باكر انتيكا باكر انتيكا واللي عقبه انتيكا يبتدي من متى لمتى؟ من باكر جمعه وسبت واحد من 16/17/18 اها واللي عقبه 23/24/25 بيكون نفس الطلع الاوردرات اللي هناك موجوده هني؟ معقوله؟ نفسها بالضبط. بيكون عندنا منيو ثابت هذا المنيو للشخص 1000 درهم. نعم منيو ثابت يتقدم بكل الموجودين. الاوت دور هذا وين توني كنت اصور برا لك شاكو هذا هذه منطقه الاستقبال. تخيلوا هذا كله في قرية ليوة. هذا المدخل مدخل المطعم. شوفوا مدخل المطعم انتم
هذا باكر بيكون جاهز ان شاء الله. ها لا تقولوا لي حد يروم يسوي هالسوايه كلها، لا تقولوا لي حد في الدنيا يروم يسوي هالسوايه كلها في خلال 20 إلى 25 يوم. لله درهم، لله درهم، بناتنا وشبابنا الله يحفظهم، عيني عليهم باردة، يعني تبارك الرحمن سووا اللي ما حد يروم يسويه. فأكيد كل الشكر والتقدير والعرفان والامتنان لدائرة الثقافة والسياحة اللي ما قصروا في عمل الجبار، عمل جبار، أنا أسميه عمل جبار. يوم يقولك عمل جبار يعني هذا، أنك تسوي في صحراء، في صحراء تسوي هاي الدنيا كلها، وبكم؟ خلال 25 إلى 20 يوم ينجز هذا المكان العظيم، مسارح بكهربته، بليتات، بطرقه، بمداخله، بكهرباء، بتكييفه، كل هالدنيا في أقل عن 25 يوم. أكيد لله درهم. ماشي الغالي، نحب نترخص، متى نيكم باكر؟ ثلاثة لكم أربعة، تعني أربعة، أربعة برخ، أربعة وايد من الوقت. العرب والله ماشي. هي. مرة تدري خليج الواوي. هي والله. العرب تغدت وجيلت. إنزين علي. أماكن يعني... صغيروني. صبري أقول لك ماشي. باكر أحسن وقت للي يجي متى؟ إن شاء الله ثلاثة ونص أربعة. يعني أنتوا أربعة الافتتاح. أربعة إن شاء الله. شكرا ماشي. يا مرحبا وسهلا، شرفت وأنستم. عوشة. كيف الناس تدخل هالموقع الكبير الجميل اللي هي قرية ليوة المصاحبة لمهرجان تل مرعب، وكيف الحجز للفن المطاعم، وكيف الدخول من الأساس من برا؟ أوكي، سو أول شيء الناس يوم كيترا نحن مرة صوب تل مرعب، نعم، بس عندنا أول ما يوصلون بيشوفون اللوحة اللي تقول قرية ليوة ليوة بلد، نعم، بيتوجهون لها برا شيك شوك، نعم، يقول 15 الناس اللي عندهم تذاكر الكونسرت دخولهم بيكون فري. مع تذكرة الكونسرت نفسها. انزين الحين في الكونسرت الجدول عندنا 3 ويكندز، ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع. نعم. اول اسبوع بيكون عندنا نفس ما قلنا حمد وعيضة يختم عيضة. نعم. اليوم اللي بعد تاريخ 16 حمد وعيضة. اليوم اللي عقبه بيكون عندنا فيور فيست اللي هو ماي فاست اند فيورست. نعم. عندنا تايريس واللودك. سو نفس ما قلنا تاريخ 17-18 عندنا فاست اند فيورس. الجدول بالطرشه فيه دليل كامل بنحط لكم اياه الفعاليات ليوة. عقبها بينا ما يختص فعاليات ليوة او قريه ليوة. نعم. لان فعاليات ليوة ما شاء الله وايد. الحين كنا تحت مظله مهرجان ليوة. نعم. اييك تل مرعب وتقلد قريه اها نحن الحين انتو اختصاصكم قريه ليوة، انتي وقماشي والمجموعه واحمد الحرمي ومتنظيم دار الثقافه والسياحه ابو ظبي. تلك كلكم تحت مظله نو دار الثقافه والسياحه ابو ظبي ما شاء الله بالتعاون مع نادي ليوة الرياضي اكيد لانهم اللي منظمين كل مرعب. نعم. وخالد الخالدي يعينكم. خالد الخالدي. ومحمد عندنا تاريخ 23 بيكون عبادي الجوهر رحمه رياض ومطرف المطرف. اخر يوم راس السنه بيكون عندنا خالد عبد الرحمن، خالد الملا، وعلي بن محمد ان شاء الله. الله، هاي انا وين اللي بحضر منهن؟ كلهن يا علم يابس الجنه طال عمرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، صباحكم الورد المنثور، صباحكم كل شيء طيب فيه عطورات الدنيا العود هاي بكبرها. الدنيا بحيطانها لكن فاتني عادة منظر مفروض اني انا الساعة 6 ولا 6:30 ولا 5:30 اصوركم اياه على في ظهور شيفي يعني اول الفجر، لكن سبحان الله ما لكم نصيب وانا بعد ما لي نصيب اني اصور اللي هو نزول الضباب بين الغيوط وعلى هالنقيان وهالطعوس اللي تشوفونهن، هالكثبان الرملي يوم يغطيها تغطيها الضبابة، هي غادي منظر جميل لكن سبحان الله ما لي نصيب اني اصور لكم، لكن ان شاء الله في مستقبل قريب اكيد بتنزل، هذا وقت الرطوبة المتوجه الضبابة. ما بيظهر لي حد يقول لي هذا منظر عادي، ابي يظهر حد يقول لي هذا منظر عادي.
ابدا ترى المنظر ما بعادي، منظر جميل. لا اله الا الله، رب العالمين عطاها الدار جمال في برها. البارحه نص الغبيب صورنا لكم، واليوم مره على ما تشوفون. لا اله الا الله، تجلت قدره القادر. سبحانك يا رب. كان في منتهى الروعة، جميل، بهدوءه، بهواء، أكسجين، أكسجين ريج، أكسجين ريج. شوف التخطريفات هذه كلها بين هالنكاكيد وهالرمول وهالحصى وهالتراب وهالدنيا كلها، كلها هاي لأجل صناعة المحتوى. صناعة المحتوى وإنك تظهر محتوى جميل، ما بلازم أنت هذا الشيء مسوي له إعداد وتصوير وانا بمشي وانتو ادفروني بطيح، ولا سووا لي كاميرا خفيه، ولا سو بضحك انا بيب امرط عنك الشيء الفلاني وانت ركض وراي هذا يسمونه تهريج، هذا يسمونه تهريج وتمثيل. لا تقول انا يا سنقل يومياتي، ولا تقول انا يا سنقل اليوميات غير، والتمثيل غير، والتهريج غير، هذاك شيء وهذا شيء اخر. صناعة والله هاك اليوم أحيدني سرت مزرعة في الباطنة، مزرعة أظني ما أدري كم كيلو في كم كيلو، سويت محتوى جميل منها، ونادر حد يروم يحصل صريح في زيارة هاك المكان. المهم يمعت بقولكم يوم طالعت، ولأنه ما يقارب الحين ليش طرت علي السالفة هاي يوم شفت الشيب هذا، يوم طالعت التليفون ثاره أنا معلقات أكثر عن 270 سناب، 270 سناب معلقات ما نزلن. لا إله إلا الله، شو بسوي؟ وأسير لكم وأطالع على مد النظر، لأن هناك آخر الدنيا شيب شرات هذا، ما أدري شو من اللي بقع في الباطن. المهم وأدوركم عدال هنا، ومن جيت قربه ورد دقيقتين ما أخذ ال 270 سناب هاي لك خمس دقائق يمكن، ونزلن كلهن مرة واحدة. طرع علي حين عاد يوم شفت الشيب هذا، ما شاء الله تساك شبد السماء. عمار 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 يا هالدار وهلها، عمار عمار ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ابو كل ودريتني بوصل هيك يعني بسيارتي بخاجي الدنيا هاي كلها، ما بخلي مكان. ما شاء الله على هالمزرعه فيها اليوم تحت، هذه بعد هنا نخيل، هذا محضر. مكان جميل، مكان جميل جميل. بحط لكم شوية كم فيديو طلبت تنتظريني وصور بعيبكم إن شاء الله. اتصلت في علي بقبيس وطرش لي إياها. اسميني ما خليت بقى عمية الدنيا كل هذا كله، ابغى اوصل هناك ها حق اصور لكم ما بعد الضبابه. شو الشكل قبل الضبابه وبعد الضبابه؟ شوف ما زين المكان. يا رب انقطع نصخي، نياط ماشي. شوف ما شاء الله المسايد والدنيا في كل مكان. رحمة الله عليك يا زايد، رحمة الله عليك يا خليفة، رحمة الله على الأولين كلهم ويحفظهم إن شاء الله. محمد بن زايد وإخوانه يحفظ الشيخ حمدان وعيالهم وذريتهم وحريمهم وبناتهم وعيالهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم، ويحفظ أمة محمد أجمعين يا رب. يحفظ كل مسلم ويغفر لأهلنا وهاليتنا، ويعافي إن شاء الله كل مريض ويشافي، ويرجع كل مغترب وكل إنسان يكد على هله إن الله يرزقه. بكون حاط عمري في قوة ما شيء شراتها. ثرني بمرة بنشرت وأنا ما عندي خبرة. ها
ها وين بتخطى البقعة هذه ها؟ وهناك شمخت يدياتي وحالتي لله. شو كان فنك الطحين هذا كله؟ تقطع عن الويلاتي زي شو أسوي؟ دايم شديد ما يدوم إلا الله سبحانه وتعالى. خلاص يا أبو محمد ما بخلاص هو يعني بعدني شوية في شوية تعب أروم أناقز هالكم من سنة اللي باجيات ودامي هروم أبوي بناقز ما بخلي بقعة ولا حاجة على التبنشير مرة واحدة هي عفد بطيحة ولا أدمي إلا بيوجه لا بد ولا عذر متوجي في اللجل لازم بيوجه في اللجل لكن حين هنا شفتوا اللي يقول لك سيري يا الدنيا وأنا ساير وراك ساير وراك يا الدنيا مرة وين أنت ساير أنا مرة متعلج في علبة هالدنيا مرة ما خلي بقعة ولا حين انت حين عمرك سكيت 60 سنة ما يترم تخطف لا ويد فوق وريل وحدة تحزي هالي دار اطول عنك انت اطول عنك شو يعني انت حين بتغدي بزرافة في هالدقيقتين يعني هالي طالع الافلام الاول يوم هو صغير وهذا يتحرى الدنيا ابوي هالنمون هايك تمايطون في التلفزيون تمايطون انت وين تتمايط حين انت من ثويت في عمرك قوة تفدعت وتكسرت في لحظة واحدة قموا عادة صبوا عليما وسبحوا حالته لله وكان حليل وكان حليل أبوي التقى ما بيقولون كان حليل حافظ عليه كان وما زال أبرك عن كان حليل أبوي ما بينسونك ينسونك والله ينسونك ينسون سوبهاتهم وامهاتهم وعيالهم من غاب عن عيني سلام عنها بالي إيه من غاب عن عيني سأل عنها باري إلا أنت اللي ما غبت عنك ما أسلأ هذا هذاك وينه ما شيء أبوي جليل 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 الصادق الصدوق كل أبوي درهمك المنقوشي درهمك شو حين أبوي سرنا نحن جايين نرويكم الطبيعة وسرنا حين حق لمحين هني طالع التلمرع والتروي العراب الفراح والطراب والأناس وحين لا رديت درهمك المنقوشي ولا في العزائمي وشو هاي اللعبة كلها يا أبو محمد رد أبوي لجم دلك وتقهوى ويلس وسوله وعبو عثمان وعمنهل يزر وياهم ودر عن كلم ناقص شو بيردني على الدرب هذا شي ردني لازم انزل لين تحت ويلين فوق او اني انا اللي دار يبقى زي شو اسوي من قلت لا حيلة من قلت لا حيلة هي والله اني ما ودي ابند الكاميرا عن هالمناظر الجميلة ما ودي أبند الكاميرا هذا كله في ليوة عين الجبال ده من دا ما شاء الله تبارك الرحمن نقطع دار وما أوصل لها بتشل بحبوي بسير الفندق بس علي إيه والله أنا أبو ولا بسير هناك شوي قدام لا ما فيه هذا مرة حد هذا الطرف ما زين هالمكان سبحانك يا رب لا إله إلا الله هناك لازم أسير الزاوية هايج وأصور لكم أبوي ما حط عينك منهم أبوي أنا تلبست لزيت في كندورتي وحين بظهر بعامي شرق وغرب كان بيلس مركوز عيست وأنا بيلس كلهم رقود كلهم رقود محمد ومنهل بغيت حد منهم ينش دقيت التلفون دقيت البيبان قرقعت ما حط عينك إن شاء الله حدني لي أبوي بظهر وعد وين ساير بخبركم من أوصل أنا استعي بقولكم اللي يزرع عاضد كله هلالي 50 و60 انخلة هلالي الهلالي يقيض تلايا قيض تلايا النخل يقيض مرة هو الخصار ينبغى الهلالي أنا يعني اللي بيسمع نصيحتي والله الهلالي اللي بيفسل هلالي يفسل واللي بيزرع هلالي يزرع لكن يزرع وحده هنتين ما تزرع عاضد طول عرض عرض كله هلالي هلالي وخصاب هلالي وخصاب يقيض متى يقيض يوم الناس بوي شبعانة مرطب شبعت مرطب خلاص ظهر من خشومها خلاص الناس عافتها رطب يا وقت السح يا وقت السح التمر ما حد يشتهي رطب هاي الساعة قوم هاي الساعة توا بيتفيج الهلالي والخصاب بيقيض وحده وهنتين منو يباك هاي الساعة يدوط عمو هدبش هاي الساعة الله غير نمون حد من العرب عفان الله بيموت على الهلالي بس مجرد للاسم انه زارع هلالي زارع هلالي انزين
ثلاث حد من العرب مسمين عمار ما هيك الا سامي مسمين عيال. تعال ياي انا كله هذا في هذاك مره. مرحبا يا مرحبا ببطي يا مرحبا. هذا طالت عماركم علي بطي القبيسي هذا وهذاكي انتاجه هذا انتاجه هذا اللي تشوفونه هالمشخص الفنان. مرحبا هذا اللي على اليمين هذا ابويا اللي جايبني انا هني ما يطيع اصور لا صور ما يطيع رب الله زين ما لا 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 اي مولاي ابوي هذا لا والله الله اكبر والله تقص خشمه المراد اقول لك هالفنان منو هذا شبه يده شو اسمك شيخ زايد والله والنعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا مرحبا يا مرحبا صراحة هذا يلعب بك الذباب لا كلني لا ترى لي واي وبلندن ولا لا لا والله ونعم بس خير عن هالمكان الطيب لا بابي زورنا المغرب لا ايه داخل شوف مال الالعاب مال الاطفال العيال هذه بخلينها حق العيال بس عيالهم الصغار حق اللعب هذا شو اسمها بولينج وما بولينج هكذا طاولة فيها شو اسمها هيك بليارد 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 الحين بنلعب الجيم زين الصلاه